مباشرة رح نقول لها ينعد عليك تينا، رزق تينا الله صارت معنا. صباح الخير تينا. تينا بونجور. ألو تينا، عم تسمعينا؟ تينا بونجور. الله يعيننا على هالاتصالات. يلا تينا عم تسمعينا؟ ألو. بونجور تينا، ايه الحمد لله ألو الحمد لله، بونجور، أنت بخير؟ بونجور. بونجور. سوري، الصوت عندكم كتير بعيد. واضح يبدو في مشكلة واضح. بالاتصالات. أول شيء كل عيد وأنت بخير، وخلي لك أمك وخالتك وخلي لك عائلتك. ميرسي ميرسي. وأنا بدي أعيد ناتالي، بدي أعيد كل ميرسي تينا. الأمهات، وحبيت كتير. ألو في مشكلة ما بعرف، راح صوتك يا تينا، مش عم نسمعك. قلت انه لا، هي مثل المي، لانه هي بتعطي الحياه، من لا دونها مثل ما في المي. حياه، وبلاها ما بنقدر نعيش وما بنقدر نكفي. يعني انا بدي اعود كل الامات، من الماما لخالاتي لعمتي لكلهم، كلهم اللي بحبهم حوالي، ولكل الامات اللي عم بيسمعونا كمان. وبدي اقول ان شاء الله يا رب الله يخلي لنا اماتنا ونعرف قيمتهم، هم صح وموجودين بيناتنا. نعم. شو في عنا بالمشاكل؟ اوكي، خليني بلش مع جبال. اوكي، عنا بجبال في بعد بالمحطة، بعد ما تصلح العطل، يعني العطل، تأمنت القطعة، مثل ما بقول هاي اللي كانت لازم يشوفوها اليوم ان شاء الله. وعدوني، قال لي رئيس الدائره انه اليوم يمكن يركبوا القطعه حتى ترجع تتامن المي مثل قبل. في عنا عطل على خط مثل العاده، دائما هذا العطل بيتكرر لانه هو خط كثير كبير. في عنا بير المخاضه اهمش اللي بيعطي العوينه، مطمور بالثلج وما عم يقدروا، ما في امكانيه للوصول له ليقدروا يفتحوا الضخ. يعني ان شاء الله بس تفتح يمكن البلديه الطريق بيقدروا يحلوها. وعندنا اياها هيدي بالجبال، يعني بالاعالي. امبارح كنت عم بحكي بالنسبه لك السروان مع طوني موزاي رئيس الدائره، وقال لي عندنا صعوبه نوصل لبعض النقاط اللي كتير فيها ثلج وما عم نقدر نوصل للسكورة فيها. بس بتشكر لأنه عم يشتغلوا، كانوا حتى نهار السبت اشتغلوا بالقلاعات بخط بيت فرين حتى أمنوا المي للعالم، وكان بالخط في كتير حجار. يعني نعم، هيدي أنا ليه عم أقول شو هو العطل، لأنه إياه بيكون بفكروا انه العطل مقصود، بس هو بيكون مش مقصود، بيكون في اشياء غير ما نفتح الخط بفلين ما يبين تأمنت المي، يعني على هاي المنطقة مش انه حدا. مقصودة انه ما يعطوا هيدا الحي. نعم، اوكي، المي ما اجت بحراجي، حدا بعت يقول هيك. خليني اقول لك شغله بالنسبه لحراجي. بالنسبه لحراجي في عنا بين شقروح والخزان اللي بيعطي حراجي بالجرد مضروب. هلا رح يطلعوا يطلعوا بروكلاند يشوفوا، لانه في ثلج ما عم يقدروا يحددوا وين العسل. ايه بده يطلعوا يعني يشوفوا وين، بس استبدلوا لهم المصدر، مش ما في مي بس اقل. استبدلوا لهم من ستر الصومعه، هو خط ال 700، يعني عم يعطوا حراج النهار وطول النهار، مش مقطوعه كليا عن هالمنطقتين. طيب اذا في اذا في اذا ما عم توصل لبعض الاحياء شو بيكون؟ بلكي لانه الاحياء العالية، يعني لانه بدها عم ضغط مي بس، لكن ايه لكن لقيوا الحل. يعني عن جد بدها شغل، لانه بتعرف فوق في كثير ثلج وما عارفين يحددوا وين العطل. نعم، تحت الثلج. نعم، بقى اليوم بدهم يشتغلوا عليها. وفي عنا خبريه بتضحك، يعني امبارح قلت له لاتوني كان بعد في هيدي ما صارت بفتح كسروان، في عنا خط بالحرش اكلوا الجردون، يعني بعد في الجردون ما حتى حكاته علينا. لا عطرة. حرام اللبناني، هي مضحكه حرام مبكي. اللبناني خبريه حرام عن اللبناني. جد، لانه بولي اتيلان، بولي اتيلان اكلوا الجردون. بقى قلت له بعد في جردون، يعني بين المزوت وكل المصايف اللي عنا جردون والتأس والجليد.
ايه سجلوها هيدي، بتدخل بعد 40 سنة. مش غلط. خلوها بالارشيف. بعد في شيء تينا؟ ايه بعد في عنا انه مناطق الفنار الحمد لله مهنيون انا انه اخذوا مي، حرام شو كانوا عم يتعذبوا. بعد طول انتظار اكيد. ايه بقى الفنار اخذت مي، ميش اخذت مي. بار كونت في عنا خط ذوق الخراب اللي على الواطي، المنطقه الواطيه اللي بتاخذ ديريكت من الضبيه، في كابل الكهرباء انضرب بدنا انه يتصلح، ان شاء الله بيصلحوا لنا اياه بسرعه كهرباء لبنان. بيت مري ما تنع ما هيدي بدي اقولها، ما تنعالي، ما في عنا اعطال، في عنا تاخير بالدوامات، يعني بدون ما يكون تقوي كل 48 ساعه عم تاخذ وقت اكثر، لانه جعيتها عم دائما التوقف الكهرباء فيها عم بيكون كتير. مشان هيك يا ريت بيحسنوا الوضع. في عنا كمان بمحطة جاليري سمعان ما في عنا مازوت، عم نستعمل من مصدر واحد اللي هو الديشونية لمحطة السياحة حرك والبقية، مشان هيك كمان عم ياخذوا كمية مش كتير قوية، بس عم نلبيهم، عم نلبي العالم بالموجود. وبيكون هيدا كل شيء بقولكم اياه. الأشرفية مش الحال، ومنطقة الحمراء مش الحمراء اللي بتاخد بفلة الخياط اللي دايما فيها مشكلة، كمان يا ريت كهرباء لبنان بتأملنا المطلوب تنعطيهم معي. شكرا لك تينا رزالة، مسؤولة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان.